السلام عليكم أحبابي في الله، أسعد الله أوقاتكم بألف خير. نجدد بكم الترحاب في حلقة جديدة دائما حصرية على مدونة محترفي النت، حيث فيها إن شاء الله سنتعرف على طريقة تحويل الملفات إلى صيغة إيزو. كل ما عليكم هو التوجه إلى الرابط الذي سأتركه أسفل الفيديو لتحميل هذا البرنامج اللي هو باور إيزو. هذا البرنامج مهم، ويعني هو الذي سنستعمله في هذه الخاصية لتحويل الملفات إلى صيغة إيزو. بعد الضغط على اضغط هنا لتنزيل الملف، سنقوم بتحميل الملف بطريقة العادية والمعتادة. إذا أنجستخي ديماري، ثم عفوا بعد ذلك سنجد الملف في الديسكتوب. سننتظر لحين ما تنتهي عملية التحميل. إذا أحبابي في الله، في أعلى وشك الانتهاء، ثم بعد انتهاء عملية التحميل نضغط كليك يمين الفأرة، ثم نضغط اكستخيغير باللغة الإنجليزية، ثم نضغط على البرنامج. كما تشاهدون هذه هي أيقونة البرنامج، نضغط عليها كليك مرتان لتثبيت البرنامج على الحاسوب. نضغط وي، ثم تنبثق لنا هذه النافذة جاي اكسبت، ثم نضغط هنا، ثم نزيل العلامة على هنا، ثم نضغط على سويفون انستال، ثم في انتظار عملية التثبيت نضغط سويفون، ثم نضغط فيرمي. اذا كما ستشاهدون فالبرنامج الان ثبت على حاسوبنا. اذا برنامج في حالة تشغيله ستواجهنا مشكل عملية التثبيت. اذا سنضغط هنا، ثم نأتي الى مجلد البرنامج، نضغط على كيجن، ثم نضغط هنا عذرا فالصوت سيبدأ هنا كما تشاهدون. نضغط على جينيرات، ثم نأخذ النايم نضعه هنا، ثم نأخذ هذا كما تشاهدون، إذن جيد نضغط أوكي. ثم يقول لك ميرسي بوغ لونجستريمون دو باور ايزو. اذا البرنامج فعل معنا بطريقه عاديه وجميله جدا. اذا جيد جدا. اذا الان تحصلنا على برنامج مفعل و يعني بدون مشاكل احبابي في الله، وسنشتغل بالبرنامج بدون اي مشاكل. اذا الان سنقفل البرنامج. اذا مفهوم الان برنامج شغال. في حاله يعني اذا اردنا يعني تحويل اي ملفات الى صيغه ايزو، مثلا هذا نعتبره هو ملف، عفوا احبابي في الله، اذا هذا هو ملف ويندوز ويت، هذا ملف يتوفر على ويندوز ويت، يعني هذا او اي ملف من هذا القبيل. اضغط كليك يمين الفأرة، ثم نضغط على بوير ايزو، ثم نضغط على اجوتي اوفيشي ليماج كما ستشاهدون، ثم نختار فيشي ايزو، ثم نختار مكان الحفظ اللي هو الديسكتوب يعني كما تشاهدون بيرو، ثم نضغط انجستخي، ثم نضغط اوكي. اذا في انتظار عملية التحويل كما ستشاهدون. كما ستشاهدون فلقد قمنا بتحويل هذا الملف الى صيغة ايزو كما ستشاهدون احبابي في الله. فالملف الان محول الى صيغة ايزو كما تشاهدون بوان ايزو الاكستنسيون بوان ايزو. اذا كما ستشاهدون فالملفات حولت الى صيغة ايزو، وهي قابلة الان لحرقها في سي دي او دي في دي او يو اس بي او ما شابه ذلك احبابي في الله. اذا الى هنا نكون قد انهينا حلقتنا لهذا اليوم. اتمنى ان اعجبكم وان تفيدكم احبابي في الله، ولا تنسوا دائما الضغط على لايك وسبسكرايب في قناة اذا كانت اول متابعة لكم لحلقات محترفي انت، ولا تنسوا المشاركة مشاركة الحلقة مع اصدقائكم لتعم الفائدة ولكم فيها اجر وحسنات جارية احبابي في الله. اشكركم على طيب المتابعة، اضرب لكم موعد اخر في حلقة الغد ان شاء الله.